بكافة محاكم الجمهورية احتجاجا على قرار إعفاء رئيس الجمهورية قيس سعيد ل57 قاضي. زميلتنا خولة السليتي مباشرة من المحكمة الابتدائية بتونس العاصمة لمتابعة هذا الإضراب. زميلة خولة مرحبا. مرحبا بك أمين ومرحبا بكل مستمعي شمس فام. نحن حاليا موجودين في مقر جمعية القضاة التونسيين اللي هي طبعا موجودة في مقر المحكمة الابتدائية تونس واحد. اليوم عند القضاة التونسيين دخلوا في سلسلة من التحركات الاحتجاجية على خلفية المرسوم الرئاسي الأخير وعلى خلفية خلينا نقول قائمة عزل 57 قاضي. خذا رئيس الجمهورية قرار إنهاء مهامهم. صار عدة ردود فعل، أولها على مستوى الهيكل المهنية اجتماع صار للمكتب الوطني لجمعية القضاة التونسيين واللي انتهى بجملة من القرارات الاحتجاجية التصعيدية واللي ابدأوا فيها القضاة بداية من اليوم، من بينها تعليق العمل لمدة أسبوع في كافة المحاكم قابلة للتجديد، يعني نحكي هنا على إضراب للقضاة. اعتصام أيضا في مقر الهيكل من بينها جمعية القضاة التونسيين من موجود حاليا مجموعة من القضاة. بالنسبة لنسبة نجاح الإضراب خليني نشير أنه حاسب عايشة بالحسن عضو المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين تقول أنه نسبة النجاح يمكن تقييمها في آخر اليوم، ولكن إلى حد اللحظة هذه فالإضراب ناجح بنسبة 100% في كل المحاكم، مع التأكيد على أنه إضراب القضاة فيه استثناءات من بينها قضايا الإرهاب وكذلك الأذون بالدفن. عايشة بالحسن تقول أنه تم نسف أو السلطة السياسية تسعى إلى نسف السلطة القضائية من خلال قرارات لا دستورية، من خلال قرارات أو أوامر رئاسية تنسف شروط المحاكمة العادلة. نتحدث أيضا عن ذكره خلينا نقوله في علاقة بالمجلس الأعلى المؤقت للقضاء المرسوم المحدث ليه، يقول أو يتضمن في أحد فصوله أنه يحجر على القضاة الإضراب. فردا على هذه النقطة تقول عايشة بالحسن نحن أصلا لا نعترف بذلك المرسوم لأنه غير دستوري وغير قانوني. اليوم هنا في مقر الاعتصام، مقر تجمع عدد من القضاة، مقر جمعية القضاة التونسيين، حضر عدد من المساندين بما في ذلك من محامين، وكان حاضر حتى أمين رئيس الفرع الجهوي للمحامين تونس الأستاذ محمد الهادفي يقول أنا جيت لهنا اليوم للمساندة، جيت لهنا اليوم للدفاع عن مسألة مبدئية، نحن لسنا ضد المحاسبة أو المساءلة ولا يوجد أحد فوق المحاسبة أو المساءلة، ولكن الإشكالية اليوم تكمن في آلية العدالة اللي هي غائبة. هذا هو اللي موجود. طيب الإضراب زميلة خولة لقينا حتى عدد من القضاة المعزولين من بينهم قاضي حمادي عبد الرحمن الأكيد في النشرات الإخبارية القادمة نستمعوا لي تصريحه اللي يقول إنه إلى حد اللحظة ما يعرفش علاش تم إعفائه من مهامه بمقتضى أمر رئاسي. هو يشمل الإضراب، سمحني خولة، فقط الإضراب اللي يشمل أسلاك القضاء العدلي المالي الإداري، ممكن كيف ما قلت أنت باستثناء النظر. أهم الشعارات المرفوعة يمكن في الوقفة الاحتجاجية وفي الاعتصام خولة، هو الحقيقة أمين خليني نشير أنه ما تماش وقفة احتجاجية اليوم لأنه تم وقفة مبرمجة اليوم الأربعاء واللي قاعد يتواصل التنظيم لها في سعي لإنجاحها حسب ما قالوها عدد من القضاة هنا ولتشريك مختلف الهياكل، لكن كان فقط تجمع على مستوى مقر الهيكل الممثل للقضاة التونسيين جمعية القضاة التونسيين. ما كانتش فما الحقيقة شعارات باللافتات الصورة اللي تعودنا عليها، ولكن كانت تسمى بالأصوات من حيث تصريحاتهم الإعلامية، من حيث نقاشاتهم اللي ما بيناتهم ما بين خليني نقول ممثلي السلطة القضائية. أيضا جاءوا برشا محامين هنا للمساندة وهم ما زالوا متمسكين بتحرك الاحتجاجية، ونذكروا أنه اليوم هو أول يوم للإضراب القضاة. كنا قمنا بجولة الحقيقة في عدد من قاعات الجلسات ولقينا معظمها فارغة، لكن في الأثناء كانوا ثم برشا مواطنين معناها اللي ثم
تم دخول وخروج ما عندها خلينا نقول على على مقر المحكمة. على كل نشكرك برشا وأكثر تفاصيل وأنه نتابعها في محطاتنا الإخبارية على شمس أفام وتلقاو زادة كل المعلومات وما يخص هذا الإضراب موجودة على صفحتنا الرسمية على الفيسبوك شمس